السلام عليكم. بنتكلم النهاردة أو بنكمل الموضوع بتاع الانقسام الاختزالي أو الميوزي. والمرة اللي فاتت توقفنا أو عرفنا إن الانقسام الميوزي الخلية الأم فيه بتدخل مرحلتين، مرحلة انقسام اختزالي أول بهدف إنتاج خليتين بهم نصف عدد الكروموسومات، وبعد كده بتدخل في مرحلة انقسام اختزالي تاني عشان تعطي كل خلية تعطي خليتين بهم نصف عدد الكروموسومات بالنسبة للخلايا الأم أو الخلية الأم. وبالتالي إذا الانقسام الميوزي تم فيه الخلية أعطت أربع خلايا بهم نصف عدد الكروموسومات، يعني دخلت 2N خرجت 1N، وبيكون عدد الخلايا الواحدة أنتجت أربع خلايا. طبعا ده بيتم خلال مرحلتين. بنتكلم النهاردة عن أو بنستكمل كلامنا عن الانقسام الاختزالي الثاني. فكل خلية ناتجة من الانقسام الاختزالي الأول بتدخل الانقسام الاختزالي الثاني اللي هو ده. طيب اللي بيحصل إن عشان خلية اللي ناتجة من الانقسام الاختزالي الأول تتحول لخلية خليتين بالشكل ده، بيتم ذلك عبر أربع مراحل. ومش هننسى زي ما قلنا المرة اللي فاتت وبنقول تاني إن الانقسام الاختزالي الثاني هو يساوي أو مشابه تماما للانقسام الميتوزي، لأن فيه الخلايا بتخش 1N تدخل فيه 1N تخرج تدينا خليتين 1N برضو، يعني إذن لا يحدث تنصيف لعدد الكروموسومات ولكن بيحدث الحفاظ على نفس عدد الكروموسومات. دخلت 1N خرجت 1N. بيتم ده في أربع مراحل. المرحلة الأولى اسمها المرحلة التمهيدية الثانية، وبيتم فيها إن تختفي النواية والغشاء النووي وبيتكون خيوط الغزل. بعد كده بنخش في مرحلة الاستوائية، وفيها بتنتظم كروموسومات على خط استواء الخلية بالشكل ده، وبتكون مربوطة أو متشابكة أو متماسكة بواسطة خيوط الغزل. دي خيوط المغزل. طبعا هنا ده السنترو، الجسم المركزي اهو، الجسم المركزي موجود بالشكل ده. بعد كده بعد المرحلة الاستوائية بيحدث المرحلة رقم 3 اللي هي المرحلة الانفصالية، ويتم فيها ان كل كروموسوم اللي هو ادي كروموسوم موجود بالشكل ده، بيحصل كل كروماتيد بينفصل موجود بالشكل ده. يعني لو عندي الخلية موجودة بالشكل ده بتلاقي نصف الكروموسوم اصبح فوق يعني كروماتيد، ونصفه الاخر موجود تحت طبعا مشدود بخيوط المغزل بالشكل ده. يبقى ده الشكل اللي حصل عندي، ان اللي هو كروموسوم اكس اللي احنا شكله موجود بالمنظر ده اهو، ادي الكروموسوم عباره عن 2 كروماتيد، نصف الكروموسوم بيتجه لاعلى والنصف الاخر بيتجه لاسفل الخليه. بعد كده في عشان كده سمينا المرحله الانفصاليه، تنفصل فيها انصاف الكروموسومات، يعني كل كروماتيد بيتجه لاحد قطبي الخليه. بعد كده المرحلة النهائية، وبيتم فيها إعادة أو يعني في الطريق إلى تكوين خليتين منفصلتين، وبيحدث فيها تكوين غشاء نووي مرة أخرى، والنوية تتكون مرة أخرى، وتختفي خيوط الغزل، ويحدث تخثر في السيتوبلازم. أهي الخلية موجودة كده، اللي بيحصل إن بيحصل تخثر بيزداد شيئا فشيئا أهو لحين انفصال الخلايا عن بعضها. طبعا ده لو كانت خلايا حيوانية بيتم كده، اما لو كانت خلايا نباتية بيظل الخلايا الناتجة ملتصقة معا بصفيحة. لو كانت خلايا نباتية بتكون في صفيحة هنا اسمها صفيحة خلوية، بتظل الخلايا ملتصقة من خلالها. اذا كده عندنا اجمالا الانقسام الميوزي او الاختزالي، بيكون في مرحلة في الاول اسمها مرحلة بينية زي ما اتفقنا، بيتم فيها مضاعفة الدي ان ايه والبروتين والعضيات. بعد كده بنخش على انقسام ميوزي اول خلال اربع مراحل، مرحلة اولى ومرحلة تانية ومرحلة ثالثة ومرحلة رابعة، اللي هو
تمهيدي أول واستوائي أول وانفصالي أول ونهائي أول. بعد كده بيحدث إن إحنا بندخل على الانقسام اختزالي، إذا كان ده اختزالي أول يبقى ده اختزالي ثاني. الخلايا بتخش فيه بأربع مراحل، مرحلة تمهيدي أول، تمهيدي تاني، واستوائي تاني، وانفصالي تاني، ونهائي تاني، عشان ينتج لنا خليتين موجودين بالشكل ده. إذا الخلية الواحدة اللي موجودة هنا أنتجت في الآخر كام؟ أربع خلايا، هي داخلة 1N خرجت، داخلة 2N ثنائية عدد الكروموسومات، خرجت بإنتاج أربع خلايا بهم نصف عدد الكروموسومات. ملحوظة مهمة جدا، إذا كان الانقسام الاختزال الأول سبقه مرحلة بينية كنوع من الاستعداد من الخلية لدخول الانقسام الميوزي، بعد كده بتخش في الانقسام الاختزالي. ملحوظة مهمة إن الانقسام ما بين الانقسام الاختزال الأول والاختزال الثاني لا توجد مرحلة بينية، لا الخلايا الناتجة من هنا بعد انتهاء الاختزال الأول بتدخل مباشرة في اللي هو الانقسام الاختزالي الثاني بالشكل ده. السلام عليكم، بنتكلم مع بعض في موضوع الانقسام الميوزي. والانقسام الميوزي زي ما عرفنا بنسميه برضو الانقسام الاختزالي، وهو بيحدث في المناسل بهدف انتاج الامشاج اللي هي الحيوانات المنوية والبويضات، يعني في الخصية والمبيض، ده مكان حدوثه، ما بيحدثش في الخلايا الجسدية زي الانقسام الميتوزي. طيب الانقسام الميتوزي الخلية فيه بتخش بالشكل ده كده، بتكون خلية هدفها في الآخر إنها تنتج أربع خلايا بالشكل ده، أربع خلايا. يبقى الخلية الواحدة بتكون 2N تخرج وتدينا أربع خلايا بالشكل ده، تمام؟ طيب ده بيتم إزاي؟ الانقسام الميتوزي بيتم إن الخلية العادية اللي هي بتركيبها العادي اهي اللي قدامنا بتدخل خلال مرحلتين، مرحلة أولى اللي هي قدامنا دي كلها ده اسمه انقسام ميوزي اول، وبعد كده بعد ما بتنتهي منه بتخش في مرحله بعد كده حاجه اسمها انقسام ميوزي تاني، بينتهي بانتاج اللي هو المطلوب من الانقسام الميوزي اللي هو اربع خلايا. طيب بيتم ده ازاي؟ اثناء الانقسام الميوزي الاول طبعا بيسبق الانقسام الميوزي حاجه اسمها المرحله البينيه انترفيز او تور بيني، ده خلاله اللي احنا شايفينه قدامنا ده بيتم ان الخليه بتضاعف عدد الكروموسومات وبتضاعف عدد البروتين بتاعها، العضيات يعني العضيات بتضاعف والدي ان ايه بيضاعف، تمام، استعدادا للدخول في الانقسام، ده اسمه التور البيني او الانترفيز. بعد كده بتخش في الانقسام الميوزي الاول اللي هو عباره عن اربع مراحل. المرحله الاولى اسمها برو فيز 1 او التور التمهيدي الاول، وبيحصل فيه ان النويه بتختفي والغشاء النووي بيختفي والكروموسومات بتبقى اكثر وضوحا موجوده بالشكل ده، تمام. وفي حاجه كمان دي بيتميز بيها الانقسام اللي هو او المرحله دي اللي هو التمهيدي الاول، ان او ساعات بيسموه الابتدائي الاول، ان الكروموسومات بيحدث فيها عمليتين مهمين جدا، عمليه اسمها التشابك، ان كل زوج من الكروموسومات بيتشابك مع بعضهم وبيعملوا حاجه اسمها الرباعي او التترد، يعني كل كروموسوم عندنا اربع كروموسومات او اربع كروماتيد عباره عن بعض، يبقى الرباعي اربع كروموسوم زي ما شايفين، او اثنين واثنين يبقوا كام؟ اربعه. كمان دي اول حاجه يبقى اذا التشابك. رقم اثنين اللي هو العبور، ايه معنى كلمه العبور؟ ان قطعه من الكروموسوم ده تتقطع وتستبدل بقطعه من الكروموسوم الثاني، ده اسم العبور، يبقى اذا كده تبادلنا قطع من الكروموسومات، وطبعا دي لها فايده بيولوجيه كبيره جدا اللي هو تنوع الايه الصفات الوراثيه، عشان كده احنا ما بنطلعش نسخ من ابائنا تيبيكال او يعني ايه بشكل ايه كامل، عشان مرحلة العبور اللي بتتم هنا. بعد كده بعد مرحلة المرحلة دي بيحصل بنخش على المرحلة اللي بعدها اللي هي بتبقى اسمها ايه اللي هو الاستواء الاول الميتافيز 1. ايه هو فيها؟ ما فيش فيها غير بس ان الكروموسومات بتصطف فين على خط استواء الخلية. بعد كده بنخش على الانفصال الاول، انصاف الكروموسومات او يعني ازواج الكروموسومات بتنفصل، كل جزء بايه بيتجه الى احد اقطاب الخليه، وبعد كده بيبدا حدوث تخثر، وبعد كده بنخش على المرحله اللي بعدها اللي هي النهائي الاول، وطبعا فيه بيبدا تاني اللي حصل في المرحله بتاعه التمهيد الاول
يحصل عكسه هنا، ان هنا النواية اللي اختفت تظهر هنا تاني وغشاء النواة يكتمل او يتكون، وبعد كده بيحصل تخثر تدريجي وتنفصل الخليتين ويبقى عندي خليتين موجودين بالشكل ده. دي نتيجة مين؟ اللي هو الانقسام الميوزي الاول. طيب بعد كده بعد ما خلص الانقسام الميوزي الاول بنخش على الانقسام مين؟ الميوزي التاني. طبعا اللي داخل في الخلية في الانقسام الميوزي الاول كان خلية واحدة بس داخلة، انتجت مين؟ خليتين. اما في الانقسام الميوزي التاني خليتين دخلهم بهدف ان هم يبقوا كام؟ اربعة. بيتم ازاي؟ خلال اربع مراحل، تمهيدي تاني بروفيز 2، وطبعا فيه بتختفي النواية زي ما احنا عارفين والغشاء النووي زي ما احنا شايفين كده، وطبعا ما فيش بقى عبور ولا تشابك خلاص، دي كان في المرحلة الاولى وما بيتكررش هنا. وبعد كده بيحصل بنخش على المرحلة اللي بعدها اللي هو بنسميه استوائي تاني، بيتم فيه اصطفاف الكروموسومات على خط استواء الخلية بالشكل ده، بعد كده انفصالي تاني او انافيس 2، وبتنفصل فيه انصاف الكروموسومات، مش ازواج الكروموسومات لا، الانصاف بتنفصل وتتجه الى ايه؟ كل جزء الى ايه؟ اقطاب الخلية كده. طبعا احنا كده في الطريق احنا نكون اربع خلايا، بيحصل المزيد من التخثر للسيتوبلاز وبنكون ايه؟ اربع خلايا بالشكل ده. طبعا في فرق كبير جدا بين الخلايا الحيوانية والنباتية في المرحلة دي. إذا كانت خلية حيوانية بتنتج أربع خلايا منفصلين، أما في الخلية النباتية بيظلوا متصلين. يعني مثلا ده اللي قدامه ده بيعبر عن خلية نباتية، ظلهم متصلين بغشاء خلوي كده. أما لو خلايا حيوانية بيكونوا إيه؟ منفصلين. إذن تلخيص لعملية الانقسام الميوزي، هو انقسام فيه بتخش الخلية الواحدة عشان تنتج كام؟ أربع خلايا خلال مرحلتين، مرحلة أولى اسمها ميوزي اول ومرحله تانية اسمها ميوزي تاني. يبقى كده ده الكلام بتاعنا عن الانقسام الميوزي. شكرا لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمه الله.